بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات فن الكروشيه. ومعادنا اليومي مع فيديو جراني كل يوم. ووحدة النهاردة بسيطة جدا وسهلة وما بتاخدش وقت في التنفيذ. شكلها مختلف عن الوحدات اللي فاتت اللي اشتغلناها مع بعض. الوحدة دي سهل جدا نعمل بيها مفرش، هتبقى شكلها مميز ومختلف. ألوانها طبعا متعددة ومتنوعة على حسب الذوق. فيلا بينا نتعرف على طريقة التشكيل. فأول حاجة هشتغل دايرة سحرية، هرتفع سلسلة واحدة، جوه الدايرة هشتغل 12 غرزة حشو، ده شكل الدايرة. مش هشد للآخر، هسيب الغرز تبقى واخدة راحتها، فهيبقى عندي فتحة بسيطة هنا كده في الدايرة. فأول غرزة حشو اشتغلتها هدخل بالإبرة وهشد الخيط وهعمل منزلقة. الدور الثاني هرتفع 4 سلسلة، وهم ارتفاع العمود ب2 لفة، وبعدها هزود كمان 3 سلسلة. ال4 سلسلة اللي اشتغلتهم هنا دول هحسبهم معايا عمود ب2 لفة. هلف الخيط على الإبرة مرتين، وفي أول غرزة حشو تقابلني هعمل عمود ب2 لفة، بعدها 3 سلسلة. الغرزة التانية عمود ب2 لفة، وده هيبقى نفس التكرار على كل الدور، 3 سلسلة. وهشتغل فوق كل غرزة حشو من الدور اللي فات عمود ب2 لفة. وبكده خلاص نكون وصلنا لقبل نهاية الدور. فهشتغل 3 سلسلة، وفي رابع سلسلة من سلاسل ارتفاع هعد كده 1 2 3 في السلسلة رقم 4، هقفل بمنزلقة. اعد الاعمدة بتاعتي كويس، اتأكد ان هما 12. فنعد مع بعض كده 2 4 6 8 10 12، كده الاعمدة بتاعتي صح. هدخل في الفراغ هنا وهعمل منزلقة، وهرتفع 4 سلسلة. هدخل في نفس الفراغ وهعمل عمود ب2 لفة، لكن مش هيبقى مكتمل، هيبقى معايا لسه لفتين على الإبرة. والعمود التاني ب2 لفة تمام غير مكتمل. والعمود التالت والعمود الرابع ب2 لفة غير مكتمل. كده هيبقى معايا 5 لفات على الإبرة، فهطلع منهم كلهم مرة واحدة. فبالشكل ده أبقى كونت غرزة العنقود. هعمل
ستة سلسلة وهشتغل في الفراغ اللي هنا كده. عملت خمسة عمود باتنين لفة فهطلع منهم كلهم مرة واحدة. ليه هنا خمسة وهنا أربعة عمود باتنين لفة بس؟ لأن سلاسل الارتفاع اللي هنا حسبتها معايا عمود باتنين لفة، فيبقى الإجمالي خمسة زي هنا بالظبط. هعمل بقى ستة سلسلة وهعيد تاني على كل الفراغات. هعمل العنقود المكون من خمسة عمود باتنين لفة. بين كل عنقود والتاني ستة سلسلة ما انساش، فهكمل بنفس الطريقة على كل الدور ونرجع نشوف بقى هنقفل ازاي. وبكده خلاص اكون خلصت، وده الشكل بتاعي لحد دلوقتي. باقي هنا بس اقفل الدور بتاعي، فقدامي طريقتين: اعمل ثلاثة سلسلة وهنا عند بداية القفل للعنقود هعمل عمود بلفة. دي كده طريقة في حال لو هطلع بنفس اللون وهشتغل. هكمل بقى بعد كده السلاسل بتاعتي، والطريقة التانية هقفل بيه الست سلاسل زي ما شغالين على الدور بين كل عنقود والتانية ست سلاسل، وعادي بقى هقفل بمنزلقة وهيبقى ده شكل الدور. كده هقص الخيط وهبدأ باللون الجديد. فهنا بقى باللون الجديد هبدأ أدخل في أي فراغ من فراغات الست سلاسل، فهجيب الخيط التاني هعمل الأول عقدة البداية وأدخل في الفراغ اللي هنا وهعمل منزلقة هرتفع ثلاثة سلسلة وهم ارتفاع العمود بلفة، والثلاثة سلسلة كمان حسباهم معايا عمود بلفة. هدخل في نفس الفراغ وهشتغل واحد اتنين ثلاثة أربعة. كده أربعة عمود بلفة زائد سلاسل ارتفاع يبقى إجمالي خمسة عمود بلفة. بعدها هعمل اتنين سلسلة، هروح هنا للفراغ التاني وهعمل حشو.
بعدها اشتغل 7 سلسلة واروح للفراغ التاني وهعمل حشو 2 سلسلة، وفي الفراغ التاني هبدأ أكون نفس عدد العمود بلفة اللي هنا، فهشتغل 5 عمود بلفة بعدها 5 سلسلة وفي نفس المكان تاني 5 عمود بلفة. فكده هبقى كونت أول زاوية للمربع. الزاوية اللي هنا لسه ناقصة الجزء التاني، فهكمل على باقي الدور بقى، هعمل 2 سلسلة، في الفراغ هشتغل حشو، بعدها 7 سلسلة في الفراغ التاني حشو 2 سلسلة وهبدأ أكون في الزاوية، فهتبقى 5 عمود بلفة خمسة سلسلة وفي نفس الفراغ 5 عمود بلفة. كده هلاقي الزاوية التانية اهي اتكونت، فهكمل بقى بنفس الطريقة بين كل زاوية والتانية، بعمل 2 سلسلة وبعدها حشو، 7 سلسلة حشو 2 سلسلة وابدأ اكون في الزاوية. كده خلاص وصلت للزاوية الأخيرة، هنا عاملة نصها، فهكمل النص التاني هشتغل 5 عمود بلفة وبعدها 5 سلسلة وفي آخر سلسلة هنا اللي هي هتبقى رقم 3 هقفل بمنزلقة. كده هيبقى شكل الدور والمربع بتاعي بالشكل ده.
فهنبدأ بقى دلوقتي في الدور الجديد. الدور الجديد بقى هعمل 3 سلسلة ارتفاع العمود بلفة، وكمان حسباهم عمود بلفة. هشتغل فوق كل عمود بلفة من الدور اللي فات عمود بلفة، فهيبقى 1 2 3 4 بسلاسل ارتفاع، يبقى كده اجمالي القطع اللي هنا 5 عمود بلفة. خمسة سلسلة، هنروح لفراغ السبع سلسلة اللي هنا وهنشتغل حشو. بعدها تاني 5 سلسلة، وهنشتغل بعد كده على الأعمدة من الدور اللي فات. فكده 1 2 3 4 5. هشتغل هنا بقى في فراغ السلاسل عند الزاوية 3 عمود بلفة، وبعدها 5 سلسلة، وفي نفس الفراغ 3 عمود بلفة، وهنا على الأعمدة من الدور اللي فات هشتغل نفس العدد 3 نشوف شكل الزاوية بقت عاملة ازاي. بدأنا نعمل التزايد بالتلاتة عمود بلفة اللي في فراغ السلاسل عند الزاوية. هشتغل تاني 5 سلسلة، وهنا على فراغ السبعة سلسلة هشتغل حشو، بعدها 5 سلسلة، وبعد كده هشتغل بقى فوق كل عمود من الدور اللي فات عمود بلفة، وفي الفراغ 3 عمود بلفة، خمسة سلسلة، في الفراغ 3 عمود بلفة، وهرجع تاني اشتغل فوق كل عمود بلفة من الدور اللي فات عمود بلفة. كده هيبقى شكل المربع معايا ده لحد دلوقتي. كده اشتغلنا النص بتاعه الزاويتين اهم، فبنفس الطريقة هنكمل باقي المربع.
كده خلاص وصلت ليه قبل نهاية الدور. اشتغلت 5 عمود بلفة على الزاوية الأخيرة هنا، فهشتغل كمان 3 عمود بلفة، 5 سلسلة، وهكمل هنا بقى 3 عمود بلفة عشان يكملوا باقي القطع. وكده هقفل بمنزلقة ويبقى الدور خلص معانا. ده شكل المربع لحد دلوقتي. هنشوف بقى الدور اللي بعد كده، فهنبدأ بقى 3 سلسلة على كل عمود بلفة من الدور اللي فات. هنشتغل عمود بلفة، بعدها 3 سلسلة، في فراغ ال5 سلسلة اللي هنا هنعمل حشو، بعدها 5 سلسلة، وهنروح للفراغ التاني وهنشتغل حشو، بعدها 3 سلسلة، وهبدأ أشتغل على الأعمدة من الدور اللي فات. فوق كل غرزة عمود بلفة، هيقابلني هنا الفراغ، فهشتغل كمان 3 عمود بلفة، 5 سلسلة، في نفس الفراغ 3 عمود بلفة. بعدها هشتغل فوق كل عمود بلفة من الدور اللي فات عمود بلفة، بالشكل ده. هتبقى دي الزاوية الأولى، فهكمل بقى 3 سلسلة، في الفراغ غرزة الحشو، وبعدها 5 سلسلة، في الفراغ التاني هنعمل حشو، و3 سلسلة، وهنا على الأعمدة هنشتغل فوق كل عمود عمود بلفة، 3 عمود بلفة، بعدها 5 سلسلة، وفي الفراغ التاني
تلاتة عمود بلفة، وعلى الأعمدة فوق كل غرزة هيبقى عمود بلفة. كده ده الشكل بتاعي، فهكمل باقي الجزء التاني للمربع بنفس الطريقة اللي اشتغلناها فوق كل عمود بلفة عمود بلفة، وفي الفراغ تلاتة عمود بلفة، وبعدها تلاتة سلسلة في أول فراغ للسلاسل حشو، وخمسة سلسلة وفي الفراغ التاني حشو، وبعدها كمان تلاتة سلسلة، وأبدأ بقى أشتغل الأعمدة. كده خلاص وصلت لي الزاوية الأخيرة، فاشتغلت عدد الأعمدة، وفي الفراغ تلاتة عمود بلفة خمسة سلسلة، في نفس الفراغ تلاتة عمود بلفة، وهكمل بقى عدد الغرز اللي بقيالي هنا وهقفل بيه منزلقة في ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع. كده خلاص نكون خلصنا، فهقص بقى الخيط. ونشوف شكل القطعة. طبعا زي متعودين في الجراني لازم بنظبط الوحدات بتاعتنا بعد ما بنخلص. في وحدات بتبقى محتاجة تتشد بالدبابيس، هنتعرف عليها في حلقات جاية. النهاردة بس بنشوف شكل الوحدة بتاعتنا عاملة ازاي، لكن طبعا الجراني لازم يبقى مفرود ومظبوط جدا. ده شكل الوحدة بتاعتنا اهي. هنضف الخيوط وهظبط القطعة ونرجع نشوف شكلها. فكده خلاص بقى ده شكل الوحدة بتاعتنا، وده كمان شكلها من الظهر. لازم نهتم بالتنظيف كويس عشان يبقى الشغل بتاعنا مرتب بالشكل اللي شايفينه ده. كده خلاص خلصت حلقتنا للنهاردة وخلص جراني النهاردة. اتمنى ان يكون بسيط وسهل،
وأشوفكم مع جيراني جديد وفيديو جديد من فيديوهات جيراني كل يوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.